يبدو أن المواجهة بين أمريكا والصين باتت قاب قوسين أو أدنى في ظل سير واشنطن بخطى متسارعة لهذه الحرب عبر تجهيز قاعدة عسكرية ضخمة في استراليا قادرة على استقبال طائرات الشبح الأمريكية ومخابئ محصنة تحت الأرض. هنا نتحدث عن قاعدة تيندال التابعة لسلاح الجو الملكي الأسترالي التي تعمل الولايات المتحدة على تحويلها إلى نقطة لانطلاق المواجهة المحتملة مع الصين واليد الضاربة في المنطقة. فما هي قاعدة تيندال وبماذا جهزتها أمريكا؟ في عمق صحراء استراليا القاحلة تقبع قاعدة تيندال التي تحولت لقاعدة أمريكية خفية، حيث تستعد القاعدة لاستقبال قاذفات B-52 الأمريكية القادرة على حمل رؤوس نووية بحسب تقرير كشفته مجلة The Times البريطانية، الذي أشار إلى أن قاعدة تيندال ستكون رأس حربة قاتل في المواجهة بين أمريكا والصين. تم تجهيز القاعدة بمدارج كبيرة مجهزة لاستقبال أكبر الطائرات العسكرية، إضافة إلى بناء مخازن وقود ضخمة تتسع ل 14 مليون لتر من وقود الطائرات، والمباشرة ببناء حظائر تتسع لست قاذفات من طراز B-52 التي يبلغ طول جناحي كل منها 56 متراً. قاعدة تيندال تضم فعلياً عدداً من طائرات F-35 الأسترالية، وتمثل واحدة من أهم القواعد التابعة للقوات الجوية الأسترالية، إلا أن واشنطن عملت على تحويل القاعدة النائية لموقع حصين بتكلفة وصلت إلى 2,340,000,000 دولار استعداداً لأي حرب مع الصين. مسؤولو القاعدة في القوات الجوية الأسترالية أشاروا إلى أنها ستكون كبيرة بما يكفي لاستقبال أي طائرة في العالم، فيما قال أعضاء في مجلس النواب الأمريكي بأنها القاعدة المركزية لعمليات الجيش الأمريكي لمواجهة أي عدوان صيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. تقارير غربية أشارت إلى أن الوجود الأمريكي بقاعدة تيندال بات أمراً ضرورياً، لأن القواعد الأمريكية الأقرب إلى الصين مثل غوام في غرب المحيط الهادئ وأوكيناو في اليابان أصبحت في مرمى الصواريخ الباليستية للجيش الصيني. لذلك فإن تجهيز قاعدة تيندال الأسترالية أصبح جزءاً من التحشيد العسكري الأمريكي لمواجهة الصين في حال نشوب حرب بالمنطقة، في ظل التصعيد المستمر بين الصين وتايوان والتحشيد الذي تقوم به بكين من نشر للسفن الحربية والقاذفات والمسيرات في المنطقة.